تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. موعدكم مع الدورة 24 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بالصويرة من 22 إلى 24 يونيو. سهرات فنية مع أشهر معلمين جناوة وكل من الفنانين سيلاسو، كيماني ماغلي، جناوة ديفيزيون، إلياداس أوتشوا، فايز علي فايز، هوبا هوبا سبيريت، العربي إمغران، لوتخيو جبران وآخرون. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع festival-gnawa.net. مرحبا بكم معنا في كبسولة جديدة على قناتكم تيلي ماروك، والضيف ديالي اليوم متميز هو السي فريد غنام. سي فريد غنام مرحبا بك. الله يبارك فيك، اش اخبارك؟ صافا وانت؟ الله يطول عمرك وبارك. السلامة ديالك. الله يسلمك. يلا وصلتي؟ يلا عاد وصلت. كي جاتك الصويرة؟ كي جاك الجو في الصويرة؟ وصراحة الجو جاني بارد، انا كاين اللي قال لي راه كاين شوية الصاد، ولكن جاني مدينة الريحية. مدينة الريحية تبارك الله. اكزاكتومون. اول سؤال غنسولك السي فريد هو قربنا من المشاركة ديالك هذه السنة في مهرجان قناوة في ليديسيون ديال 24. انا فرحان بزاف كنت نتواجد في مدينه الصويره باش نشارك في المهرجان ديال الصويره. كما كتعرفي انا عندي علاقه مع تاكناويت، واحد العلاقه وطيده من الصغر جدا جدا، ولي تقريبا هذه 11 سنه ما شاركتش بحكم كان عندي واحد الاجندا اخر مع منمره دو فويس، وقعوا بزاف الحاجات وهكا. وانا فرحان بزاف نكون هذا العام والجمهور ديالي كبير كيتسناني في لاصين ديال لابلاج. مرحبا بكم. متحمس بعدا؟ واه ضروري ضروري يكون شويه ديال الحماس ضروري. باش ما شاركتيش في هذا المهرجان فريد؟ قلت لك تقريبا المده ديال 11 سنه تقريبا. من اخر مره كنت مع الجروب ديالي مايارا باند، دونك من تما ما عاودتش شاركت، لان بحكم كنت كنسافر بزاف، وكنت غادي نشارك في ليديسيون ديال 2020. جيتي بروغرامي، ولكن مالوريزمون جات هذا جا الكوفيد وبزاف الحاجات تبدلوا، دونك اون ريبورتي ان شاء الله. نجلسوا بعدا ونتفضلي. مرحبا. مرحبا. تفضلي. نجلسوا باش نكملوا الحوار ديالنا الشيق مع فريد غنام. فريد كما قلتي لي ديجا شاركتيني صافي 11 عام في الفستيفال ديال قناوة. السؤال ديالي هو بزاف الناس في البدايات ديالك عرفوك بتا قناويت، عرفوك بالقنبري، عرفوك بهذا لو تيم، نقدروا نقولوا فريد بعيد على هذا المجال؟ با دي تو. انا اونتخ طون في هاد السنوات هادي كنت كندير بزاف ديال لي تورني وبزاف ديال لي ريزيدونس ارتستيك على برا، وتاكناويت واخا اون باراليل كنديرها مع لا كارير ديال الراي، ولكن خدام بها بزاف ومطلوبه بزاف سورتو في الاون اوروب ولا في لي زيتازوني ولا في بلايص اخرين. دونك اون باراليل كنت كنجيريهم بجوج، وداكشي علاش ما كنتش كنخدم بها في المغرب. واخا في المغرب مؤخرا عاوتاني عليها طلب بزاف، وكيعيطوا لي بزاف ديال فيستيفال دايور وي كازا بلانكا. السنه الفائته كنت فيه طلعت بالجروب ديال قناوة، وبزاف ديال لي سواري كبارين اللي خدمت فيهم بلوستيل ديال تاكناويت. فوالا. بكل صراحه المتتبعين ديالك شنو كيعشقوا اكثر، تاكناويت ولا الراي؟ وشوف تاكناويت عندها الجمهور ديالها خاص، والموسيقى ديال الراي كما تنعرفوا ولا فريد ديال دوفوس عنده واحد الجمهور كبير 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 كبير، اذا فهمتي على المستوى العربي ولا العرب العالم، لان بحكم البرنامج وهكا. ولكن تاكناويت عندي الجمهور ديالي متبعني سنوات وسنوات، دونك ما كنقدرش نفرط فيهم، سيرتو تاكناويت كبرت فيها وتربيت فيها. Oh.
يعني فريد غنام الفنان فين كيميل اكثر ملي كيكون سور سان؟ شنو اللي كيطربو اكثر، القنبري وقناوه ولا الميكرو وراي؟ ودابا شوف بالنسبه لتقناوت هي روحانيه، ملي كنبغي نطروحان وكنبغي ندخل في ديك لا ترونس ديالي انا راه سي نورمال تقناوت، ولكن الراي عاوتاني واحد اللذه اخرى، جمهور اخر، سي دو شوز ديفيرونت. يعني بحال 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 بحال، الجمهور ديالي كله سواء الجمهور ديالي اللي كيبغيني في الراي ولا اللي كيبغيني في قناوه، بجوجهم كنحبهم وكنموت عليهم وكنحاول نعطيهم دائما حاجات جديده وزوينه في المستوى. خرجت واحد الاغنيه اللي من هذا المنبر كنبغي نقول لك فيليسيتاسيون، تبارك الله عليك. قربنا من هذا العمل من اجواء التصوير، الا كان شي يعني كما نقولوا مستملحات التصوير. والاغنيه بعنوان زين زين هي من كلمات ولحن خالد سلام، وتوزيع الموسيقي دارو ميد الشريف، وتصورت بمدينة طنجة مع المخرج رضوان قلعي، والزوجة ديالي رباب أزماني كانت هي يعني الشخصية الرئيسية في هذا الكليب هذا، وشاركتني هذه ثاني مرة كتشارك معايا في ان كليب، كانت ديجا معايا في الكليب ديال بكانا اللي لقى واحد النجاح كبير، وهذا وتحت الطلب ديال الناس عاودنا عاوتاني درنا شي حاجة اونصومبل مع الناس، بزاف كانوا كيبغيونا يشوفونا اونصومبل والله، ودرنا اليوم الزين زين. عطينا شي تعريف فريد وقعت لكم في التصوير ولا خلال التسجيل في الاستوديو شي سوا كضحك سوا واد اللي كضحك؟ هو كاينه واحد اللقطه في الكليب هي اصلا فاش غادي زعما يطردوني من العمل، هذيك عاودنا شحال من مره وطحت، ما كان كيدفعني دابا الصعد تما، هذاك السيد اللي كان معنا تخشع في هذاك الدور تصدق كيدفعني بصح، وجات اللقطه صراحه زوينه راه اللي شفتوها في الكليب كتبان فريمون حقيقيه. هذه من الحاجات اللي وقع. المشاركه ديال رباب معك في الكليب واش كانت من الاختيار ديالك ولا ديالها بكل صراحة؟ لا كما قلت لك ما ديالي ما ديالها، من الاختيار انا ديجا جاوبت وقلت لك راه الناس حيت شافونا في الكليب ديال بلقانا وعجبناهم بزاف، وبقوا ديما لي كومونتير، واخا انا درت جوج ديال الكليب، درت بارده مع واحد اون موديل، ودرت نوبو دوماس، فهمتي ما كانتش فيه رباب، ولكن الناس ديما لا بغينا نعاود نشوفكم، ودايور دابا راه الا دخلتي وشتي لي كومونتير الناس فرحانين وكيقول لك فوالا وانا دائما نشوفكم اونسومبل. هذا الشيء اللي كاين. مستقبلا نقدروا نشوفوا فريد غنام والزوجه ديالو والابناء ديالو في شي فيديو كليب عائلي؟ ماشي بعيد، يقدر حاجه زعما تقدر تحصل، تقدر تكون يعني حتى الناس كيقول لك خص ضروري تدخل سمار ولا كارم معاك في شي حاجه، تقدر. ما عندكش مشكل؟ لا لا ترونكيل، هادشي ما فيها حتى شي حاجه. حيت كاينين بعض الفنانين اللي ما كيبغيو يخليو ولادهم بعادين على السوشيال ميديا، على دابا حنا ولادنا في السوشيال ميديا والناس كيعرفونا وكيعرفوا ولادنا، دونك ترونكيل ما كاينش شي اشكال. سي فريد شكرا ليك، ما سخيتش بيك، حوار شيق. كلمه منك للناس اللي كيبغيوك ويتابعوك عبر قناه تيلي ماروك. كنشكر بزاف تيلي ماروك اللي دائما كتبع الجديد ديالي ودائما كتواكب داكشي اللي كندير، ومرحبا بكم في لي شوكيز ديالي وفي الجديد ديالي ان شاء الله، وكذلك الناس اللي كيتبعوني عبر هذه القناه هذه، وكنقول لكم مرحبا بكم في صويره الكونسير ديالي ان شاء الله، تجيو تشطوا معايا وتفرحوا معايا ان شاء الله، مرحبا بكم. هذا حالي جيت نزور هذا حالي جيت نزور يا زار سيد الوالي.
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، موعدكم مع الدورة 24 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بالصويرة من 22 إلى 24 يونيو. سهرات فنية مع أشهر معلمين جناوة وكل من الفنانين سيلاسو، كيماني ماغلي، جناوة ديفيزيون، إلياداس أوتشوا، فايز علي فايز، هوبا هوبا سبيريت، العربي إمغران، لوتخيو جبران وآخرون. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع festival-gnawa.net.